فبين النترات واللترات يموت الشعب اللبناني حرقاً وقهراً وجوعاً وذلاً. للأسف نرى في هذا البلد العجائب والمصائب ولكن لا ضمائر. ترى حكاماً ظالمين، حكاماً يعيشون في عالم آخر حيث لا إنسانية، لا أخلاق، لا عقل. في هذه الأزمة يأتي من يقول، وهو رئيس البلاد، هذه المنطقة فيها جماعات متشددة. عن أي تشدد تتكلم وأنت لا مسؤولية عندك ولا إدارة ولا أي شيء؟ للأسف عندما ترى هكذا أناسا وهكذا عقول، ماذا ننتظر لهذا البلد؟ وعد الشعب اللبناني بجهنم فهو على وعده، جعل هذا البلد في جهنم، جعل هذا البلد والناس يموتون حرقا فعلا وليس قولا. عسى الله عز وجل أن يذيقه هذا الحريق في الدنيا قبل الآخرة ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى، وقوله حق. وهذا الذي يصبرنا أننا نعلم أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل.